في تصريح أثار استغراب النواب والمراقبين السياسيين، فاجأ النائب سعدون حماد فاجأ الجميع بكلام عن ضرورة فحص أعضاء مجلس الأمة للكشف عمن يعاني من مرض الزهايمر. وعلم تلفزيون الراي أن عددا من النواب سيطلب من رئيس مجلس الأمة إيضاحات حول هذا الموضوع، لأن النائب حماد قال إنه سيقدم اقتراحا لرئيس المجلس لإجراء الفحوصات. في 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 الان في 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 عندنا في مجلس الأمة اليوم كنا نتناقش صراحة، كان عندنا فكرة انه نقدم مقترح صراحة انه نفحص كذلك بالنسبة لأعضاء مجلس الأمة. احنا شاكين في بعض الأعضاء، البعض الآن لما يكبر بالسن يعقل، لكن بعضهم لما يكبر يخرف، فاحنا شاكين في أحد الأعضاء انه وصل مرحلة الزهايمر. لذلك اقترحنا اليوم كنا في الاستراحة انه نقدم اقتراح للرئيس مجلس الأمة جاسم خرافي انه يتم فحص جميع اعضاء مجلس الأمة، لان في واحد شاكين فيه انه مصاب بمرض الزهايمر.